أستاذ عباس، سؤالي ماذا يمثل هذا التجمع وهذا الاعتصام في هذا المكان بالنسبة لكم وبالنسبة للحراك الثوري داخل البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاعتصام متواصل إلى أبناء الجالية البحرينية المقيمين في الخارج أمام سفارة الاحتلال السعودي هنا في لندن لأكثر من 2 و4 أشهر. هذا الاعتصام يأتي تضامنا مع أبناء شعبنا البطل الصامد في بلدنا الحبيب الذي يعاني الأمرين من الوحشية والقمع من قبل نظام الخليفي والجيش السعودي، وأيضا نقف لنؤازر هذا الشعب في موقفه الباطل في موقفه الصمود البطولي، وأيضا نستنكر دخول الجيش الاحتلال السعودي إلى أراضي البحرين، وأيضا نطالب أبناء شعبنا البحريني أن ينهض في يوم 14 أغسطس القادم من أجل حملة التمرد التي تنادي لها فصائل المعارضة وشباب البحرين من أجل أن يقولوا كلمتهم التمرد على الاحتلال على النظام القبلي الخليفي بكل بمجمله، وأيضا التمرد على وجود جيش الاحتلال السعودي في البحرين وعلى جرائمه، وأيضا التمرد على النفاق الغربي وما يقوم به من أدوار شنيعة أمام الشعب البحريني الذين يطالبون بحرياتهم ويطالبون بالديمقراطية. بدأت مع الاحتلال السعودي للبحرين، هل هذا الوقوف والاعتصام هنا يمثل دافع قوي للحراك الثوري داخل البحرين؟ بالتأكيد هذا الاعتصام المتواصل لا أكثر من 120 أسبوع متواصلة لم يتوقف ولا يوم، لا في الحر ولا في البرد. نحن وقفنا هنا عندما كان زخات المطر تهطل بشكل كبير، نقف هنا لكي نعبر عن إرادة شعبنا رفضنا لهذا الاحتلال السعودي الجبان الذي ما دخل مكان إلا وعاد فيه فسادا، دخل إلى شمال اليمن وقتل هناك الأطفال من أبناء الشعب اليمني من الطائفة الحوثية، ودخل أيضا إلى البحرين وقام بجرائم شنيعة من هدم المساجد ومن قتل الأطفال ومن الاعتداء على المراسيم البلد وغيرها من الأمور والدوائر. نقف هنا لكي نعبر بأن إرادة الشعب البحريني صلبة ولا تنكسر أمام هذه العنجهية السعودية التي سوف تباهي بالفشل، وقد تمثلت إرادة الشعب البحريني بأنها قد نقلت هذه الاحتجاجات من جزيرة البحرين المحاصرة إلى أراضي الجزيرة العربية، حيث وجدنا أبناء شعبنا في الخطير يطالبوا بحرياته ويطالبوا بأن يوقف تهميشه، ووجدنا أن لديهم معتقلين وهم بالآلاف يخرجون إلى الشوارع ليحاكوا ما يقوم به أبناء الشعب البحريني ويطالبوا سلطات النظام السعودي بدون الإفراج عن أبنائهم وأن يوقف استبداد هذه العائلة بمقدمة وكانت ملاحظة إرادة الشعب البحريني هي المنتصرة قد دخلت أيضا إلى الأراضي السعودية.